تصل الى احمد فتحي، تدخل الموجود، المرور في الجهه اليمنى، لا زالت خطيره. الله، نسجل لدينا من خلال الكره الاولى. كنا نتحدث بان الامور لم تاتي بطريقه مثاليه، مجهود يشكر عليه فتحي، وبلمسه واحده هنا لدينا هذا الساحر، ساحر شرق، نعم يفعلها، ويلقي بتعويذة في مرمى الشمال، يسجل من خلالها أول أهداف اللقاء. يوسف لمساكني يفتتح للنادي العربي أول الأهداف. ذلك أنه اليوم يصادف يعني ونحن على بعد 400 يوم عن كأس العالم بالكمال والتمام. هنا الله على قاذفة اللهب العرباوية، نعم خذها، عدلها عدلها على اليسار، هوب، واحدة عندك في الجبهة اليمنى في الزاوية اليمنى. حسن إدريس لا يستطيع أن يفعل شيء بكرة بوسالم. أرون يضع الكرة بيسرى قوية، نعم يأتون بقاذفة لهب من تركيا إلى دورينا لتمزق الشباك، يفعل ذلك بثالث أهداف. ختام اليوم الأول من الجولة رقم 6 من دورينا، هذا فرشيد ينقل الكرة بشكل مميز جدا، تنقل الآن لثالث الأهداف يا أرون. الله الله يا العربي، الله فرقة الأحلام، الله على كرة القدم عندما تكون جميلة مثالية. البداية نقلت بهذه الطريقة وبعد ذلك تحرك لدينا أرون سالم وبالكعب يأتي مين، يا عين يا عين، بخمزة بلدغة بخارج القدم يضعها، ومن غيره ومن غيره ساحر شرق يسجل ثالث أهداف العربي وثاني كرة خاطئة. علي عوض عنده الكرة، يحاول انقلها في الجهة اليمنى، هذا اسكوبار يعيدها، أمجد عطوان يسدد. الله 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 الله، نادي الشمال عند الدقيقة الثالثة أو الرابعة والسبعين، شوف هذه الكرة في الجهة اليمنى وصلت إلى أمجد عطوان، سدد بقوة في مرمى النادي العربي معلنا عن أول أهداف الشمال عند الدقيقة الرابعة والسبعين، أمجد عطوان.